لو جيت سألتك وقلت لك مين هم أشهر أربع علماء أثروا في علم الفلك؟ فأنت مغمض هتقول لي رقم واحد كوبرنيكوس، وده اللي قال إننا مش مركز الكون ولا حاجة، وإن الأرض وباقي الكواكب بيدوروا حوالين الشمس. يليه مباشرة جاليليو، وده اللي عمل التلسكوب اللي أثبت بيه صحة كلام كوبرنيكوس. بعديه على طول هيجي كيبلر، اللي قدر انه يوصف شكل المدارات اللي بتدور فيها الكواكب ويوصف شكل حركتها. وبعد كيبلر هيجي نيوتن، اللي عمل القوانين اللي بتفسر ليه الكواكب بتتحرك بالمنظر ده. وحرفيا دول اهم ناس غيروا نظرتنا للفلك. ومع ذلك وبرغم العلم ده كله، فالاربعة دول كانوا مؤمنين بدرجات مختلفة بالتنجيم، لدرجة ان كيبلر نفسه لما جه يختار شريكة حياته اعتمد على الطالع والابراج عشان يقدر ياخد قرار زي ده. فايه هي بقى حدوتة الابراج دي؟ وهل هي فعلا علم حقيقي نقدر اننا نعتمد عليه؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم. تخيل انك انسان بدائي سهران في احد الليالي، مش معاك موبايل ولا تلفزيون ولا اي وسيله من وسائل الترفيه عشان تسليك بالليل. بصيت للسماء لقيتها مليانه نجوم، وعشان مفيش حواليك اي اضواء تانيه غيرها، فدايما هيكون منظرها جميل وفي منتهى الوضوح. في وضع زي ده ايه هي اول حاجه ممكن انها تخطر في بالك؟ بالظبط، عقلك هيفضل يكون منها انماط ويتخيل في اشكال انت تعرفها. مره هيعمل بجع بتطير، مرة تانية هيعمل صياد بيصطاد، مرة تالتة هيعمل دب. وأي حاجة مرت عليك وتعرفها ممكن إنك تتخيل شكلها عادي جدا بالنجوم. بس أخينا الرومانسي البدائي ده كان عنده مشكلة مأزمة حياته ومطيرة النوم من عينه. والمشكلة دي زي ما عرفنا في حلقة تاريخ التاريخ، إنه ما كانش عنده تقويم موسمي يقدر إنه يعتمد عليه في الزراعة، وكل اللي اعتمده وقتها في حساب التوقيت كان على القمر أو على الشهر القمري. الشهور اللي زي ما عرفنا إنها بتفضل تترحل ما بين المواسم من سنة للتانية. بس لحسن الحظ ومن كتر مراقبته للسماء كان ملاحظ ان النجوم اللي هو مجمعها في اشكال دي ما هياش ثابته في مكانها وعماله بتتحرك من مكانها طول السنه. ولحد هنا يبان الموضوع عادي جدا، لانه كان معتقد ان الارض هي اللي ثابته وكل حاجه في الكون بتدور حواليها. لكن اللي مش عادي انه لاحظ انها صحيح بتتحرك، لكنها بترجع تبقى موجوده في نفس المكان في نفس الموسم كل سنه. يعني لما كان يجي ويرفع راسه بالليل في الشتاء كان دايما بيلاقي فوقيه مجموعة النجوم اللي بتكون على شكل صياد، وفي الربيع كان دايما بيشوف مجموعة النجوم اللي بتكون على شكل أسد، وفي الصيف كان بيشوف مجموعة النجوم اللي على شكل بجعة، وفي الخريف كان بيشوف مجموعة النجوم اللي على شكل حصان مجنح. فقالك بس أنا هستخدم مجموعات النجوم دي بدل القمر عشان أقدر أعرف منها المواسم. وبدأ انه يظبط زراعته على حسب ظهور واختفاء المجموعات دي من السماء. الا ان النقلة النوعية في التقويم المعتمد على النجوم حصلت في عهد البابليين او في عهد حضارة العراق القديمة. البابليين جم وقالوا مش تكرار الفصول بيحصل تقريبا كل 12 شهر قمري؟ حلو جدا، احنا هنيجي ونقسم مجموعات النجوم دي ل 12 مجموعة او 12 برج بيتكرروا مع تكرر الفصول، وكل مجموعة من دول هتبقى بمثابة بديل للشهر القمري. وبالتالي بالشكل ده هننسى بقى حوار السنة القمرية والترحيل اللي كان بيحصل فيها، وهنقدر نعتمد على النجوم بشكل كامل في الزراعة. وجم وكونوا من النجوم 12 شكل ب 12 مجموعة وسموهم كالتالي. المجموعة الأولى تخيلوها على شكل راس جدي فسموها برج الجدي، والتانية تخيلوها على شكل واحد بيصب المية فسموها برج الساقي، والتالتة تخيلوها على شكل دول عصفور فسموها العصفور العظيم، والرابعة تخيلوها على شكل فاس فلاح فسموها برج الفلاح، والخامسة تخيلوها على شكل تور فسموها برج التور، والسادسة كان نص نجومها اليمين شبه نص نجومها الشمال فسموها برج التوأم أو برج الجوزاء، والسبعة تخيلوا ان نجومها شبه الكابوريا فسموها برج السرطان، والثامنة تخيلوا ان نجومها شبه الأسد فسموها برج الأسد، والتاسعة تخيلوها شبه الشقوق اللي بيتحط فيها البذور فسموها أخدود البذور، والعشرة تخيلوها شبه الميزان فسموها برج الميزان، والحداشر تخيلوها شبه العقرب فسموها العقرب، والأخيرة أو الاتناشر تخيلوها على شكل محارب ركب حصان وبيرمي سهم بالقوس بتاعه فسموها برج الرامي أو برج القوس. 12 مجموعة، كل مجموعة فيهم بتمثل شهر من شهور السنة، وتقدر انك تعرف منهم التقويم كل ما رفعت راسك وبصيت للسماء. لا لحظة معلش، طب ازاي الكلام ده اصلا بيحصل؟ بص يا سيدي،
زي ما انت عارف ان الارض بتدور حوالين الشمس دورة واحدة كل سنة، واثناء دورانها حوالين الشمس فهي بتمر على حزام من النجوم موجود في نفس مستوى الدوران بتاعها حوالين الشمس، وهي دي بقى النجوم اللي جمعوا منها الابراج اللي قلتلك عليها. ولو خدت بالك فهتلاحظ ان اثناء دوران الارض حوالين الشمس، الشمس دايما بتكون حجم مجموعة النجوم اللي بتكون وراها، وبالتالي لو انت موجود على الارض مش هتقدر انك تشوفها بالليل ولا طبعا بالنهار. وكل ما اتحركت الارض المجموعة اللي اتحجبت بترجع تظهر من جديد، واللي بعدها هي اللي بتبدأ انها تختفي. البابليين طبعا ما كانوش يعرفوا اي حاجة من التفاصيل دي، لكنهم لما كانوا بيلاقوا ان السماء بالليل بيظهر فيها كل الابراج ومجموعة الرمي مثلا بدأ ان يتاكل منها حتة وما بقتش بتظهر اثناء الليل، فيعرف كده ان خلاص الشتاء داخل عليه. ولما يلاقوا ان برج الجوزاء مثلا هو اللي بدأ يختفي فيبقى كده خلاص الصيف هو اللي داخل عليه، وهكذا. زي بالظبط ما تكون معلم مدينة بحاجة معينة، واول ما تشوف الحاجة دي تقول ايه ده احنا خلاص قربنا، وبقى كل مجموعة بتبدأ انها تتحجب بمثابة المنبه اللي بيعرفك ان الشهر الجديد داخل عليك. وعشان كده الابراج كانت بمثابة تقويم موجود في السماء، والشخص اللي بيتولد في توقيت معين كانوا بيشوفوا ايه هو البرج اللي الشمس مخبياه في الوقت ده، ويقولوا ان الشخص مواليد البرج ده. يعني مواليد شهر 5 مثلا بيتقال انهم برج الثور، لان ده الشهر اللي بتختفي فيه مجموعة النجوم اللي على شكل ثور من السماء. ومواليد شهر 7 بيتقال انهم برج السرطان، لان ده الشهر اللي بتختفي فيه مجموعة النجوم اللي على شكل كابوريا من السماء، وهكذا. بس بخلاف الابراج فالبابليين اكتشفوا كمان 5 نجوم سلوكهم كان مختلف تماما عن باقي النجوم. اولا اضاءتهم ما كانتش ثابتة، شوية بتزيد وشوية بتقل، حتى نمط حركتهم كان غريب، شوية يطلعوا لقدام بعدين يرجعوا لورا تاني، ده بخلاف ان سرعتهم اثناء الحركة عمالة بتتغير. فكانوا بيبانوا وكأنهم عمالين بيتمشوا وسط النجوم، وللسبب ده فالبابليين سموهم الأغنام المتجولة. ونتيجة للحركة بتاعتهم دي طبعا ما كانش ينفع انك تحطهم في مجموعة او في برج لوحدهم، او حتى تحطهم مع اي برج من الموجودين في السماء، لانهم كانوا بيظهروا في الابراج المختلفة بشكل يبان ان هو عشوائي. وطبعا الخمس نجوم دول ما كانوش نجوم ولا حاجة، دول كانوا اول 5 كواكب من كواكب المجموعة الشمسية، عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل. والحركات الغريبة اللي كانوا بيعملوها مش عشوائية ولا حاجة، لان الفترة اللي بيعمل فيها كل كوكب منهم دورة حوالين الشمس بتكون مختلفة، وبالتالي مكان كل واحد فيهم بالنسبة للتاني بيتغير على حسب فرق السرعات ما بينهم. على سبيل المثال الارض اسرع من المريخ في دورانها حوالين الشمس، فالمريخ لما بيبقى قدام الارض في المدار فمن على الارض هتشوف انه بيتحرك عادي جدا في السماء، لكن اول ما الارض تعديه يبان انه بيرجع لورا رغم انه مرجعش ولا حاجة، وده مجرد خداع بصري حصل نتيجة لفرق السرعات ما بينهم، وبالتالي يهيئ لك وانت موجود على الارض ان المريخ عمال يطلع لقدام ويرجع لورا وشكل حركته يبان عشوائي. بس هم في الوقت ده طبعا لا كانوا يعرفوا عطارد ولا زحل ولا اي حاجة من الكلام ده. طيب يا شباب الحاجات اللي حركتها عشوائية دي هتعملوا معها ايه؟ قالوا دي عايزة كلام، دول اكيد الالهة بتاعتنا وبيتمشوا في السماء بين النجوم. وبناء على المعتقد ده سموا الكواكب باسماء الالهة بتاعتهم. الاول كان اسمه نابو على اسم اله الماء، والتاني كان عشتار الهة الحب والحرب، والتالت كان نرجال اله الموتى والعالم السفلي، والرابع كان مردوخ كبير الالهة، والخامس كان نينورتا اله الزراعة والخصوبة. ومن اللحظة دي بدأ الساسبنس. البابليين اعتبروا ان الحركة الغريبة دي عبارة عن رسائل من الالهة عشان تعرفهم المستقبل، وبدل ما يكملوا في دراسة علم الفلك الدفة تحولت ناحية التنجيم، وانشغلوا بانهم يفسروا ايه هي الرسائل دي. على سبيل المثال مجموعة النجوم اللي كانوا بيسموها اخدود البذور، او زي ما هنعرف بعد كده انها برج العذراء، الشمس كانت بتمر عليها زي ما مواليدها عارفين في شهر اغسطس، وبالتالي البرج ده مرتبط ببداية موسم الحصاد. فكان البابليين يجوا يشوفوا الكوكب او الاله اللي موجود مع الشمس جوه البرج ده. لو كان اله طيب زي نابو مثلا فده معناه ان موسم الحصاد هيبقى موسم كله خير، ولو كان اله شرير زي نرجال فده معناه ان موسم الحصاد هيكون سيء والمحاصيل مش هتطلع حاجة. الكسوف والخسوف هما كمان كانوا من علامات التشاؤم عندهم، وكانوا بيعتبروا ان ده تهديد من الالهة على حياة الملك، فكانوا يجيبوا الملك ويخبوه ويطلعوا واحد مكانه ويلبسوه زيه، قال يعني عشان الاله يتلخبط ما بينهم ولو حصلت حاجة تلبس بالدوبلير. لكن مين اللي يشوف اللي عملوه البابليين ويتأثر بيه؟ الاغريق. ومش عايز اقولك بقى بلاد الاساطير والخيال الخصب،
اللي كان عندهم هم كمان إله لكل حاجة حرفياً، للسماء وللبحر وللعالم السفلي وللجمال والحكمة ولكل حاجة، اللي هو حتى يعني لو قررت انك تشرك فهتبقى محتاج تذاكر. ومش بس كده، ده كان عندهم كمان وحوش وعمالقة ومخلوقات غريبة، والآلهة بتاعتهم مش قاعدة ساكتة وبتحكم وخلاص، دي عمالة تتخانق مع بعضها وتتخانق مع العمالقة ومع الوحوش ومع البني آدمين، وكل عركة بحدوتة، وكل حدوتة لها فايز ولها خسران، وواحد بينتقم وواحد بينسحب، وحاجة يعني قمة في الام بي سي اكشن. فتخيل بقى بيئة خيالها خصب للدرجة دي، وتيجي انت ترمي لهم حاجة كلها تنجيم ومعتمدة على التوقع والخيال الخصب، اكيد هيطلع منهم ابداعات. لكن قبل ما اقولك الاغريق عملوا ايه مع الابراج، تعال الاول اديلك نبذة مختصرة عن آلهة الاغريق، خصوصا الآلهة اللي احنا هنجيب سيرتها لان ده هيأثر علينا الطريق. آلهة الاغريق يا سيدي كانوا 3 اجيال، الجيل الاول كان جيل الآلهة البدائية، ودول كان اهمهم جايا واورانوس اله الارض واله السماء، ودول اللي لما اتجوزوا خلفوا آلهة الجيل الثاني او الآلهة العمالقة، واللي كان اهمهم كرونوس وريا اله الحصاد والهة الخصوبة، اللي برضو لما اتجوزوا خلفوا آلهة الجيل الثالث، واللي تقدر تعتبرهم اشهر آلهة موجودة عند الاغريق اللي هم آلهة جبل الاوليمب، ودول طبعا كان اشهرهم زيوس وهيرا اله السماء والهة الزواج. وبرغم ان كل جيل زي ما انت شايف كده كان ابناء الجيل اللي قبله، الا ان كل جيل كان بيكره الجيل التاني وبيحاول يخلص عليه، وما كانش عندهم حاجة اسمها صلة رحم. والآلهة دي يا اما كانت بتتجوز من بعضها وبالتالي بيخلفوا آلهة برضو، يا اما كانوا بيتجوزوا من بشر واولادهم كانوا بيبقوا نصف اله ونصف بشر، وده زي هيراكليز مثلا اللي اكيد سمعت عنه. وبغض النظر عن الجيل الاول، فالآلهة الكبار اللي كانوا مسؤولين على الجيل الثاني او جيل العمالقة زي ما قلت لك كانوا كرونوس وريا، واللي جوازهم نتج عنه آلهة الجيل الثالث او آلهة جبال الاوليمب، واللي اهمهم كان زيوس كبير الآلهة وهيرا ملكة الآلهة واخته ومراته في نفس الوقت. زيوس كمان اتجوز من ديميتر اللي كانت برضه اخته، واتجوز كمان دايون ومايا. زيوس حرفيا ما سابش حد من اخواته ما اتجوزوش غير هيدس وبوسايدون، وده لسبب بسيط جدا انهم كانوا رجالة. هيدس كان اله الموتى والعالم السفلي، وبوسايدون كان اله البحار. بس زيوس ما اتجوزش آلهة بس، ده اتجوز كمان من بشر زي ليدا ويوروبا والكيميني، وزي دي بقولها لان دول اللي هحتاجهم في الحدوتة، انما هو كان متجوز بتاع 3 اضعاف العدد ده. المهم يا سيدي ان زيوس خلف من مايا هيرمس، وده كان الاله الرسول اللي شغلانته انه كان بيوصل الرسائل ما بين الالهة، ومن دايون خلف افروديتي الهة الجمال، ومن ديميتر خلف برسيفوني الهة النماء، ومن هيرا خلف ارس اله الحرب، ودول طبعا كانوا آلهة. اما بقى بالنسبة للبشر فهو خلف من الكيميني هيراكليز اللي كان نصف اله ونصف بشر، واللي هيرا كانت بتكرهه جدا وعايزة تخلص عليه، ومن ليدا خلف بولكس، وبولكس ده كان له اخ تاني من ليدا برضو اسمه كاستور، الا ان كاستور ده كان من اب تاني غير زيوس. وخليك فاكر اسم الاخين دول كويس. اول حاجة عملوها الاغريق قالوا معلش يعني احنا مش هنسمي الكواكب الاغنام المتجولة لان دي آلهة وهيبقى حرام علينا، احنا هنسميهم بلانتس، ودي معناها المتجولون فقط بس من غير اغنام. وطبعا في ظل الزخم الالهي ده مش هيسيبوهم باسماء آلهة البابليين، واكيد هيسموهم باسماء الالهة بتاعتهم. نبو مثلا عشان حركته سريعة فهيبقى ده الاله هيرمس اللي بيوصل الرسائل ما بين الالهة، وعشتار عشان كان اسطع كوكب في الكواكب وشكله منور وحلو فهيبقى ده افروديتي الهة الجمال، ونرجال عشان احمر ودموي فاكيد هيبقى ده ارس اله الحرب، ومردوخ عشان كبير وضخم فهيبقى ده زيوس كبير الالهة، ونينورتا هيبقى كرونوس اللي هو ابو زيوس اله الخصوبة وقائد العمالقة. اما بالنسبة للابراج بتاعت التقويم فاخدت الاسامي اللي ما زلنا بنستخدمها حتى الان، الجدي والدلو والحوت والحمل، والطور والجوزاء والسرطان والاسد، والعذراء والميزان والعقرب والقوس. واذا كانت الكواكب عند الاغريق كانت بتمثل الالهة، فالابراج كانت عبارة عن قصص مغامرات الالهة دي. برج الجدي مثلا بيحكي قصة امالثيا اللي كانت حورية في صورة معزة، اللي رضعت الاله زيوس وهو صغير، واثناء ما كان بيلعب معاها كسر لها قرنها، وعشان كده حب يكافئها ويخلد ذكراها فحفظ صورتها بين النجوم. اما برج الدلو او الساقي بيحكي قصة جانيميد ابن ملك وملكة طروادة،
البشري اللي تخطى الآلهة في الجمال، وده اللي خلى زيوس يتنكر في صورة نسر ويخطف جانيميد عشان يعيش وسط الآلهة أعلى قمة جبل الأوليمب. لكن برضو عشان جانيميد كان بشري فزيوس خلاه يخدم على الآلهة ويقدم لهم بس الطعام والشراب. ولما زيوس لقى إن قلب أبوه وأمه مفتور عليه قرر إنه يسيب لهم صورته في السماء وهو بيسأل آلهة عشان يصبرهم. وبالمناسبة فأكبر أقمار كوكب المشتري في وقتنا الحالي متسمي برضو جانيميد على اسمه. أما برج الحوت فهو بيحكي قصة أفروديتي إلهة الجمال وابنها أيروس، وهم كانوا بيحاولوا يهربوا من وحش ضخم وكبير جدا اسمه تايفون، الوحش اللي عمله كرونوس كبير العمالقة عشان يقتل بيه ابنه زيوس. وعشان أفروديتي تقدر تهرب هي وابنها أيروس من تايفون اتحولوا لسمكتين ونطوا جوه المية، وعشان كده فضلت صورة السمكتين دول موجودين في السماء عشان تخلد القصة دي. أما برج الحمل فبيحكي قصة الخروف اللي صوفه ذهبي اللي بعتته الآلهة عشان ينقذ أولاد الملك أثامس اللي كانت مرات أبوهم عايزة تقتلهم، والخروف ده هو اللي جه وخدهم وقدر يهرب بيهم ويطلع للسماء. وعشان موقف الخروف الرجولة ده اتخلدت صورته هو كمان وسط النجوم. أما بالنسبة لبرج الطور فهو بيحكي قصة زيوس لما أعجب بفتاة جميلة جدا اسمها يوروبا، فقرر أنه يتنكر في صورة طور أبيض بقرون ذهبية عشان يلفت انتباهها، وأول ما ده حصل وركبت على ظهره أخدها ودخل جوه البحر لحد ما وصل لأرض بعيدة واتجوزها هناك، والأرض دي من وقتها اتسمت أوروبا على اسمها، وتخلدت كمان القصة بتاعتهم بين النجوم. أما برج الجوزاء فبيحكي قصة الأخوين كاستور وبولكس لو أنت فاكرهم، ولاد الملكة ليدا ملكة طروادة، الأخوين التوأم اللي كانوا من أبين مختلفين. وأرجوك ما تقفش عند النقطة دي وتقولي إزاي توأم ومن أبين مختلفين، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن إنها فعلا تحصل في وسط كل الهبد اللي أنا عمال أقوله ده. المهم إن كاستور كان ابن جوزها الملك البشري العادي جدا، إنما بولكس كان ابن الإله زيوس اللي لما أعجب بليدا اتنكر في صورة بجعة واتجوزها بالظبط زي ما تنكر في صورة طور ونسر من شوية. زيوس غالبا كان بيحب التمثيل. المهم ان الاخوين دول دخلوا معركة، فكاستور عشان مش ابن اله اتقتل ومات عادي، انما بولكس عشان ابن اله هو اللي عاش، لكنه كان حزين جدا على موت اخوه وطلب من زيوس انه يرجعه للحياة، الا ان زيوس رفض انه يرجعه للحياة، بس عشان خاطر كاستور قرر انه يحط صورته هو واخوه بين النجوم. اما برج السرطان بيحكي قصة هيراكليس اللي زي ما قلت لك ان هيرا كانت بتكرهه كره العمى، ونتيجة لده هيرا دخلت هيراكليس في نوبة جنون خلته يفقد فيها السيطرة على نفسه وتسببت في انه يقتل ولاده ومراته. وعشان هيراكليس يكفر عن ذنبه كان لازم انه يقوم ب 12 مهمة عشان يخدم بيهم المجتمع، اللي من ضمنهم كان انه يقتل كائن اسطوري اسمه الهايدرا اللي كانت عبارة عن حاجة كده شبه التعبان بس تقطع لها راس يطلع لها اتنين. المهم يا سيدي ان اول ما هيركليز قرب انه يقتل الهايدرا هيرا دخلت وبعتت له كابوريا ضخمة عشان تقتله، الا ان هيركليز نجح كمان انه يتخلص منها، وفضلت قصة المعركة دي متخلدة من وقتها ما بين النجوم. وبرضو برج الاسد بيحكي عن مهمة تانية من مهمات هيركليز اللي كان مطالب فيها انه يقتل اسد ضخم فروته من الذهب ومخالبه احد من السيف، واللي نجح هيركليز في انه يقتله عشان تتخلد قصة المعركة دي هي كمان ما بين النجوم. اما برج العذراء فبيحكي قصة بيرسيفوني بنت زيوس وديميتر. هيدس لو انت فاكره اخو زيوس واله العالم السفلي حب بيرسيفوني وقرر انه يخطفها عشان تعيش معاه في العالم بتاعه، وزيوس اخوه ما كانش عنده اي مانع، الا ان ديميتر كانت رافضة ان بنتها تنزل معاه للعالم السفلي وما تشوفهاش تاني، وده اللي خلى زيوس يتدخل وحكم ان بيرسيفوني تعيش نص السنة مع هيدس في العالم السفلي والنص التاني تطلع على الارض عشان تعيش مع ديميتر. والمزارعين وقتها لما كانوا بيشوفوا الشمس بتمر على برج العذراء كانوا بيعرفوا ان ده الوقت اللي موجودة فيه بيرسيفوني على الارض، وعشان كده كانوا بيربطوا ما بين برج العذراء وبين موسم الحصاد. والاسطوره كمان كانت بتقول ان لولا الخلاف اللي حصل ما بين هيدس وما بين ديميتر كانت بيرسيفوني هتعيش على الارض طول السنه، وبالتالي الخير كان هيبقى موجود على الارض طول السنه مش في موسم الحصاد بس. اما برج الميزان فده بيرمز للميزان اللي شايلاه الاله سيمس اله العداله في جيل العمالقه، واللي مازال المحامين والقضاه بيستخدموه كرمز للعداله حتى الان. اما بالنسبه لبرج العقرب فده بيحكي قصه اورايون الصياد العظيم اللي في مجموعة تانية من النجوم متسمية على اسمه،
والأسطورة بتقول إن أورايون قرر في فترة من الفترات إنه يقتل كل الحيوانات اللي موجودة على الأرض، لكن في أثناء محاولته دي جه عقرب ولدغه وموته وأنقذ العالم من المصير اللي كان هيحصل له. وطبعا تكريما للعقرب ده اتخلدت صورته هو كمان ما بين النجوم. أما برج القوس فتعمل على شرف كايرون المخلوق اللي كان نصه إنسان ونصه حصان، اللي علم أكيليس بطل معركة طروادة الرماية وفنون الحرب. وفضلت الأبراج دي كلها موجودة في السماء عشان تحكي مغامرات الآلهة وعشان تعرف الناس التواريخ وتديهم رسائل للمستقبل. إلا إن الرومان لما جم بعض الإغريق ما كانوش مبدعين زي الإغريق، وبدل ما يعملوا آلهة جديدة خدوا الآلهة بتاعت الإغريق بنفس الجوب ديسكريبشن ويدوب غيروا أساميهم، وأصبحت أسامي الكواكب كالتالي: عطارد اللي كان هيرمس عند الإغريق بقى اسمه ميركري، لكنه مازال هو الرسول اللي بيوصل الرسائل ما بين الآلهة. والزهرة اللي كان أفروديتي عند الإغريق بقى اسمه فينوس، لكنها مازالت إلهة الجمال. والمريخ اللي كان آرس عند الإغريق بقى اسمه مارس، لكنه مازال إله الحرب. والمشترى اللي كان زيوس عند الإغريق بقى اسمه جوبيتر، لكنه مازال كبير الآلهة. وزحل اللي كان كرونوس بقى اسمه ساترن. ومن وقتها والكواكب أخدت أسمائها اللي مازالت معروفة بيها حتى الآن. طب معلش، يعني كل ده ايه علاقته اصلا بالتنجيم؟ اقول لك بذمتك، يعني هو في بيئه انسب من كده اصلا عشان تنجم فيها؟ الاغريق والرومان قالوا الالهه بتاعتنا مش اقل من الهه البابليين ولا مؤاخذه، واكيد هي كمان بتبعت لنا رسائل زي ما الهه البابليين كانت بتبعت لهم رسائل. واحنا دلوقتي معانا 5 كواكب او 5 الهه، ومعانا شمس وقمر، ومعانا 12 برج، فاحنا بقى هنيجي ونخلي الشمس تحكم لها برج، والقمر يحكم له هو كمان برج، وكل اله من الكواكب يحكم له برجين، وبناء على حاكم كل برج هنقدر نقرا الطالع. بس مين حكم ايه وليه، والكلام ده اصلا كان مدلوله ايه، وقدروا انهم يوصلوا لحد فين في التنبؤات؟ هذا ما سنعرفه ولكن في الحلقة القادمة. وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناة وتفعل إشارة الجرس عشان تعرف أول ما الحلقة الجديدة تنزل. سلام.